إذا للوقوف عند العراقيل التي تعترض التحقيقات الجارية للكشف عن الجناح في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس منظمة لايف الحقوقية نبيل الحلبي. أستاذ نبيل، مرحبا بكم. يعني هي عراقيل تلك التي تعترض التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أم هي مماطلات ومراوغات يقوم بها طرف ما للتغطية على جريمته؟ أوضح لنا لو تفضلتم أستاذ نبيل. مساء الخير. أولا يعني طبعا هناك منظومة سياسية وأمنية وميليشياوية تحاول تطويق هذا المسار القضائي لعدم الوصول يعني بنهاية المطاف إلى الحقيقة، لحقيقة ما جرى في 4 آب 2020 في مرفأ بيروت. هذا المسار يحاولون استغلال بعض الإجراءات القانونية كعمليات الدفع الشكلي من أجل المماطلة أولا، ثم الطعن بنزاهة أو بحيادية القاضي بطار المحقق العدلي من أجل نقل هذا الملف إلى محقق آخر ربما يكون غير مستقل أو يتبع هذه المنظومة السياسية. حتى الساعة يعني الضمير العام في لبنان إلى جانب هذا المحقق العدلي الذي يسير بالاتجاه الصحيح ويوجه الاتهامات إلى مسؤولين نافذين في هذه المنظومة لأول مرة، واليوم أصدر مذكرة توقيف بحق نائب رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل وهو الوزير السابق علي حسن خليل، وهذا تطور لافت. واليوم يعني منذ بعض الوقت نسف هذا الأمر جلسة مجلس الوزراء وعطلها بعد خلافات بين وزراء يرفضون الاستمرار في هذا التحقيق وهم متضررون وربما متورطون في هذا التفجير، ووزراء آخرين يدعون إلى مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وفقا للدستور. طيب أستاذ نبيل، لكن هناك من يشكك في عملية سير التحقيقات، يتهمون الولايات المتحدة بالتسلل لتصفية حسابات مع طهران، طبعا في شخص حزب الله. ما مدى دقة هذا الطرح أستاذ نبيل؟ يعني إذا عدنا 15 عاما إلى الوراء بعد التفجير وسط بيروت الذي أودى بحياة الرئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، لسمعنا السيد حسن نصر الله يقول بأنه يرفض التحقيق الدولي ويرفض المحكمة الدولية الخاصة ويريد يعني أن يتولى القضاء المحلي هذه التحقيقات لعدم نزاهة يعني واستقلالية القضاء الدولي، وهو يثق تماما في القضاء المحلي. اليوم يعني يناقض نفسه ويطالب ويقول بأن هذا القاضي غير محايد وربما مسيس وموجه، لأن أصابع الاتهام بدأت يعني تتوجه إلى هذا المحور وهو محور إيران والنظام السوري بمسؤوليته بما حدث في 4 آب 2020. من إسطنبول لرئيس منظمة لايف الحقوقية نبيل الحلبي، شكرا جزيلا لكم.